وشايف كيف نتعامل مع هذا الشخص يعني بعينه. طبعا تتعاملون مع كل من يخالف منهج السلف بالابتعاد عنهم والدعوة إلى منهج السلف والثبات عليه وتثبيت الناس على هذا المنهج وتحذيرهم من كل من يخالف هذا المنهج. طيب فهل نقول أنه سلف؟ لا تقول عن إنسان يقابل الإسلام تقول عنه سلفي. ما شاء الله. لا تقول إنسان عنه سلفي إلا بعد أن تتأكد من أنه على هذا المنهج يعتز به ويدعو إليه ويوالي فيه والعادي من أجله. ما شاء الله. هذا هو السلف. أما إنسان يكون سلفي وهو يتولى أهل البدع ويدافع عنهم ويقف أهل السنة فهذا ليس بسلفي ولا كرامة كائنا من كان. عربيا عجميا شرقيا غربيا سلفية لها خصائص ولها مزايا ولها سمات تميز أهلها من غيرهم في الولاء والبراء والعقيدة والدعوة والمواقف. جزاكم الله خيرا يا شيخنا.